تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في بداية هذه الحلقة أرحب بفريق العمل معنا في الإعداد نور نزال، وفي التنسيق ميرا المري، وأيضا في الإخراج عيسى سبيل. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العليم. طبعا مستمعينا مثل ما عودناكم البرنامج يعني نتحدث فيه عن آخر المستجدات والدراسات الصحية والطبية، وأيضا نستقبل فيه آراءكم وملاحظاتكم وكل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. طيب نبتدي معاكم حلقتنا بهذه الدراسة التي تقول أو التي كشفت، دراسة أجرتها جامعة روتجرز، أنه يجب على الرجال إنجاب الأطفال قبل بلوغ 35 من عمرهم لتجنب خطر إلحاق الضرر بصحة زوجاتهم وأطفالهم. وبحسب الديلي ميل وجد الباحثون أن الرجال مثل النساء يمكن أن تكون لديهم ساعة بيولوجية موقوتة. وبعد مراجعة 40 عام من البحث المستمر في هذا الإطار، توصلت الدراسة إلى أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما أقل خصوبة نسبيا مع ارتفاع خطر إصابة الزوجات بارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل ومرض السكري أو سكري الحمل والولادة قبل الأوان. وتبين أن الأطفال أو أن أطفال الآباء الأكبر سناً أكثر عرضة للولادة قبل الأوان أو الموت في الرحم، إلى جانب ضعف صحتهم العامة وانخفاض الوزن عند الولادة والمعاناة من مشكلات القلب والعيوب الخلقية والإصابة بسرطان الأطفال أو مرض التوحد فيما بعد. ويعتقد الباحثون أن سبب هذه التأثيرات السلبية هو الانخفاض الطبيعي في مستويات هرمون التستيرون مع التقدم في العمر، ما يشير إلى أن الحمل المبكر أو تخزين الحيوانات المنوية لاستخدامها لاحقا يمكن أن يقلل من المخاطر الصحية للأم والطفل. وقالت معدة الدراسة غلوريا باخمان مديرة معهد صحة النساء في كلية روتجرز، قالت من المعروف على نطاق واسع أن التغيرات الفسيولوجية التي تحدث عند النساء بعد سن 35 يمكن أن تؤثر على الحمل وصحة الطفل، إلا أن معظم الرجال لا يدركون أن تقدمهم في السن يمكن أن يكون له تأثير مماثل. ووجدت الدراسة أيضا أن الرجال الأكبر سنا يعانون من مشكلات الخصوبة حتى لو بلغ عمر زوجاتهم أقل من 25 عاما. طيب هذا أيوه، هاي الدراسة تذكرني بدراسة ثانية تتكلم عن الهواتف الذكية الموصولة بالإنترنت اللاسلكي أو الواي فاي. الدراسة هذه تقول أن هذه الهواتف لها تأثير سلبي وضار على خصوبة الرجال، ويمكن أن تقود إلى العقم. طبعا الدراسة هذه أشرف عليها أطباء وخبراء يابانيين، أوضحوا أن الموجات الكهرومغناطيسية الناجمة عن شبكات الواي فاي تخفض نسبة الحيوانات المنوية عند الرجال، ويكون تأثير الهواتف الذكية قوي جدا عندما توضع في جيوب السراويل. حسب موقع نيوستوك بي زي، هذا الموقع النيوزيلندي،
طبعا هاي الدراسة شارك فيها 51 رجل، تم أخذ منهم عينات من السائل المنوي، جرى تقسيمها على 3 مجموعات وأخضاعها لتجربة لعدة ساعات. المجموعة الأولى ما تعرضت خلال هذه الفترة لأي موجات كهرومغناطيسية، المجموعة الثانية تعرضت لقدر بسيط، في حين تعرضت المجموعة الأخيرة للجرعات العادية الناجمة عن وضع الموبايلات أو الهواتف الذكية في جيوب السراويل أو على الحزام. هذا طبعا مثل ما ذكرت سكاي نيوز. بعد مرور 60 دقيقة لوحظ أن معدلات حركة الحيوانات المنوية في جميع الفئات الثلاث كانت متشابهة. عقب 2 ساعة من التعرض للموجات الكهرومغناطيسية كان معدل الحركة للمجموعة اللي تعرضت لقدر بسيط من الموجات 44%، بينما نسبة الحركة عند الفئة اللي تعرضت للشكل المألوف، يعني كان التليفون في 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 جيب البنطلون، يعني بلغت 26.4% مقارنة في 53% للفئة اللي لم تتعرض بتاتا لأي موجات. انزين، عقب 24 ساعة كان معدل موت الحيوانات المنوية في المجموعة اللي لم تتعرض للموجات 8.4%، المجموعة اللي تعرضت لموجات قليلة 18.2%، المجموعة المكشوفة على الموجات الكهرومغناطيسية اللي قلنا هي المعدل الطبيعي إذا أنت حاط التلفون في جيب البنطلون، بلغ معدل موت الحيوانات المنوية 23%. الباحث الياباني كوميكو ناكاتا قال أن البحث يركز على، طبعا هو باحث في علم الأجنة والحيوانات المنوية، يقول البحث من خلال هذه العينات المكشوفة اللي وضعت بالقرب من جهاز توجيه موجات الواي فاي بطريقة تشبه حمل الهاتف المحمول في السراويل ممكن أن تؤدي إلى العقم. وأيضا منظمة الصحة العالمية مستمعين تتوقع أن يكون العقم سواء عند الذكور والإناث ثالث أخطر الأمراض انتشارا بعد السرطان. الله يعافينا ويعافيكم يا رب ويشافي أي مريض مبتلى بمثل هذه الأمراض. المهم أن المنظمة تقول أن العقم ممكن يكون ثالث أخطر الأمراض انتشارا بعد السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية في القرن 21. ها، حد بيحط تليفون في جيب البنطلون بعد عقب هذا الكلام؟ ما أعتقد. الشاهد يا جماعة الخير، أمسات والله كان الدكتور الجزيري شفته بالصدفة، ودائما يوم أشوفه أقول له عطني طاقة، يعني هو عنده بعض الشغلات هذه مالت الأوزون وما أوزون، يعني حد من الناس يقول هذه شغلات زينة، حد يقول لا، ولكن في النهاية كنا نتكلم فكلمني عن هذه الموجات مالت التليفون، وبالفعل سوالي تجربة على السريع يعني كيف أن هذه الموجات مالت التليفون تأثر على الطاقة اللي حوالين الشخص أو الطاقة اللي في جسم الإنسان. ورواني قطعة شيء صغيرة معلقنا هو في خلف التليفون، قال لي هذه اللي هذه القطعة ما أدري وين جايبنها، قال من أوروبا ما أدري من أي بلد، ولكن هاي القطعة اللي معلقنها على أساس أن تمتص هذه الذبذبات اللي ممكن تأثر على طاقة الإنسان. الحين هذا الموضوع صح غلط الله العالم، بس التجربة اللي سوالي إياها زخ يدي كذا وحركني مين يسار، بغيت أطيح، عقب أعطاني شوية طاقة تيم، طلع لي قلم ولا شيء من جيبه ويخطك ولا يعطيك شغلة كذا في يديك، عقب يرد يحرك يمين يسار ويضغط على يديك، تم واقف مكانك تقول كأن جسمك خلاص اعتدل، تقوم شوية تحرك بسرعة، حط التليفون كذا على وجهي، ردت الطاقة تبعثرت. زين. دائما يعني يسوي له هذه التجربة، حين ما أدري
يقولون علم، حد من الناس ياخذ فيه وحد من الناس ما ياخذ به. نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل نتواصل معكم. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. إذا الفقرة الثانية، نحن دائما مخصصين في رمضان للتغذية. معانا عبر الهاتف أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، أختنا سهير محمود. صباح الخير يا سهير. صباح النور، هلا. أهلين. اليوم نتكلم عن نصائح صحية لشهر رمضان، طبعا وما شاء الله يعني نحن يعني انقضى أكثر من نصف رمضان، ما باقي شيء على يعني نهاية هذا الشهر، ولكن يعني مع وصولنا هذه المرحلة من الصيام، شو تنصحينا؟ طبعا كل عام وانتم بخير. والصيام جدا مفيد للجسم، لكن احنا لازم انه ناكل الاكلات الصح وايضا الكميات الصح علشان احنا نستفيد من الصيام وما ونتجنب انه ناكل كثير لما يعني نكسر صيامنا، لانه بالتالي لما احنا نصوم كل نهار ونيجي مثلا نفطر وشوي نغربت بالاكل على الافطار ونزيد بالسكريات والاكلات اللي فيها دهن كثير، هذا الشيء ممكن انه ينعكس سلبا على صحتنا. فاحنا علشان نستفيد من الصيام كحد اقصى، في بعض النصائح اللي بحب اشاركها معاكم، زي مثلا انه اهم شيء انه احنا ما يعني نترك وجبه السحور لانها كثير مهمه، وما ما ناكل كثير وقت الافطار، وايضا نبتعد عن الاكلات المقليه، الاكلات المالحه، الاكلات اللي فيها سكريات بنسبه عاليه، وايضا طبعا شرب المي كثير مهم. فبالنسبة كمان لفائدة التمر، سبحان الله يعني إحنا حسب السنة النبوية بناخد مثلا تمرة أو 3 تمرات وكاسة مي لما نكسر صيامنا. ف يعني أثبت علميا إنه لما نحن ناخد التمر أول شيء بنظم السكر بالدم، لأنه كمان إحنا في عنا إنزيم الأمايليز باللعاب بالفم، فبالتالي عملية هضم السكر الموجود بالتمر بتتم مجرد ما احنا حطينا حبة التمرة بتمنع. فهذا الشيء بيساعد على انه ننظم معدل السكر في الدم، وايضا بنساعد جسمنا انه احنا نتجنب انه ناكل كميات كبيرة خلال وجبة الافطار. لانه لو السكر منخفض وبناكل بنفوت دغري مثلا بالشوربة والسلطة والاكل الرئيسية، ممكن انه ناكل كميات كبيرة لانه حنحس حالنا كثير جوعانين، بينما مجرد ما نظمنا السكر بالدم عن طريق حبة التمر ورحنا مثلا صلينا المغرب ورجعنا اكلنا، ناكل يعني بنحط فكرنا اكثر بالاكل اللي عم ناكله بالكميات اللي عم ناكلها وشو عم ناكل. تمام. غير هيك انه في عندنا وجبه السحور كثير مهمه. وجبه السحور لازم تكون غنيه بالبروتين والنشويات المعقده، زي مثلا يكون فيها خضره، فواكه، مثلا ممكن ناكل فواكه مثلا زي بطيخ، ممكن ناكل معاه جبنه، ممكن ناكل معاه خبز اسمر، وايضا كمان الشاي مثلا بعد وجبه السحور اذا في وقت مثلا نص ساعه او 40 دقيقه ناخذ كاسه شاي، بتساعد على انها تقلل معدل العطش خلال اليوم. ونبتعد طبعا عن الاكلات اللي فيها ملح بنسبه عاليه لانه الملح بزيد نسبه العطش، ونبتعد عن الاكل اللي فيه سكريات بكميات كبيره خصوصا بعد الافطار، الحلويات يعني. ممكن انه احنا نستبدل حلويات رمضان بحلويات تكون مثلا فيها نسبة سكر اقل، مثلا تكون معمولة بالبيت ما فيها كثير دهن ما فيها كثير سكر، او مثلا اذا جاي عبالنا ناكل الاكلات الرمضانية زي القطايف زي الشعيبيات وهالاشياء، ممكن ناكل كميات بسيطة مرة او مرتين بالاسبوع مش اكثر. غير هيك انه القهوة والشاي لازم كمان نتجنب انه نشرب قهوة وشاي كثير بعد ما نكسر صيامنا إلى وقت السحور، لأنه القهوة والشاي بيضروا البول الله يكرمكم، فبالتالي هذا الشيء ممكن إنه يؤدي إلى إنه يصير فيه جفاف، لأنه أوريدي الجسم إحنا مش عم ندخل عليه مي 16 ساعة، فلما نيجي نشرب مي ونشرب وراها قهوة وشاي الجسم مش عم يستفيد من المي اللي إحنا عم ناخدها، فنحاول إنه يعني نحد من الشاي والقهوة قدر المستطاع.
غير هيك المفروض طبعا نبتعد عن المقالي. السمبوسة يعني مثلا نحن دائما على السفرة الرمضانية في سمبوسة، ممكن السمبوسة انه نطبخها بطرق تانية مختلفة، ممكن مثلا ندهنها زيت نحطها بالاير فراير، او مثلا ممكن نحطها بالفرن نشويها شوي احسن عن انه نقليها كل يوم. وكمان يعني نحد من السمبوسة لما بدنا نفطر برمضان، يعني واحدة او تنتين بالكثير ومش كل يوم. وكمان يعني لازم ناخذ النشويات المعقدة على وجبة الفطور، من الخبز الأسمر، من الرز الأسمر، من البطاطا مثلا إذا بناكل مثلا معكرونة، لأن المعكرونة فيها نشويات معقدة بتاخذ وقت في الهضم. وبالنسبة للدجاج واللحم والسمك طبعا ناخذ الأشياء اللي ما عليها دهن كثير، اللحم الحمراء ممكن نشيل عنها الدهن، الدجاج ناخذ صدر الدجاج، السمك ناخذ مثلا فيليه السمك الأبيض، السالمون مثلا ما نكتر كثير مثلا سالمون لانه هو عالي بالدهون، فبالتالي ممكن مره بالاسبوع. الاسماك القشريه اللي هي زي الاريدس يعني الروبيان والسلطعون وهالاشياء ناكل مثلا مره او مرتين بالشهر مش اكثر. وبس. طيب والمي طبعا كثير مهمه انه نشرب مي، يعني بالقليله نشرب 8 كاسات مي، كل كاسه عباره عن 220 ل 250 ام ال، يعني تقريبا لترين إلى لترين ونص أو 3 لتر مي من وقت ما نكسر صيامنا إلى وقت السحور. ويعني كل ساعتين ناخذ كاستين مي، لأنه نحن لما ناخذ المي على فترات متقطعة بزيد الجسم امتصاصها، بينما لما ناخذ كميات كبيرة مرة واحدة الكلى بتشتغل بسرعة وبنخسر المي هاي بالبول الله يكرمكم. فبالتالي لازم إحنا ناخذ المي بالتقسيط كمان، يعني كاستين بعدين نستنى ساعة كمان كاستين وهكذا. يعني انا كنت بسالك عن الماء يعني اول ما خلصتي، لان هي مساله مهمه، ان عمليه شرب الماء في رمضان، لان معظم اجهزه الجسم تعتمد على الماء. نحن 60% من صحيح وزننا عباره عن ماء، ماي هي صحيح سبحان الله فهي يعني اللي تقوم بنقل العناصر الغذائيه نعم. الى الخليه تتجنب والى كمان زيادة الوزن برمضان بالضبط، م-م. ونقصها ممكن يؤدي إلى الجفاف، وهذه حالة يعني لما الجسم ما عنده القدر الكافي من الماء، فما بتكون وظائف الجسم طبيعية. بكفاءة صحيح، صحيح. وهذا يستنفق غير انه الجفاف ممكن يعرض الانسان انه الدماغ ممكن انه يعني يصيبها يترجم عياء الجفاف يعني. على انه جوع، فبالتالي ممكن الانسان انه ياكل كثير يفكر حاله انه هو جوعان بس هو بالتالي عطشان وعنده جفاف. طيب في يعني أعتقد الكمية اللي يوصى فيها بالنسبة في رمضان 8 أكواب ولا أكثر؟ هو الأحسن أكثر، يعني كل ما كان أكثر مي كل ما كان أحسن. يعني مثلا خلينا نقول ما بين 8 إلى 12 أو 14 كاسة مي باليوم، هذا بكون ممتاز يعني بكون أوبتيمال، لكن 8 يعتبر يعني كافي، لكن لو أكثر بكون أحسن. طيب المشكلة دكتورة، أحيانا حتى الواحد إذا في كل ساعتين أو 3 ساعات يشرب له كوبين من الماء، أيضا عملية در البول عند الجسم مستمرة تقريبا على مدار ال مستمرة نعم إيه، صحيح. فهل هذا لكن شيء صحي ولا لا؟ لما احنا ناخذ 4 أو 6 كاسات مي مرة واحدة على الإفطار، الكلى بتصير تفلتر المي بسرعة وتروح بالبول، فبنخسر الجسم ما بيتيح له فرصة انه يمتص المي. بينما لما ناخذ مثلا كاستين مي ونستنى نص ساعة او مثلا 40 دقيقة او ساعة نرجع ناخذ كاستين تانيات، الجسم بيتيح له الفرصة انه يمتص المي ويستفيد منها. اوكي عرفت كيف؟ فانه لما ناخذ كميات كبيره مره واحده بتكون عمليه الفلتره سريعه كثير وبنكون عم نخسر المي بسرعه. اوكي يعني الواحد ما يشرب الماء مرة واحدة كذا، لا يقسمه على على طول عده فترة دفعات نعم الإفطار. بالضبط بالضبط. طيب نحن شاكرين لك سهير محمود، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، وأيضا كذلك يعني نضم صوتنا لصوتها يا جماعة الخير، عملية الاهتمام بالتغذية، لأن رمضان فرصة من الفرص الذهبية اللي تمر على الإنسان، فاللي ما يستغل هذه الفرصة بأنه ينظم يعني
العادات الغذائية عنده، وإنه يخسر الوزن الزايد اللي موجود عنده ويفلتر جسمه، الشرايين يعني تنظف المفروض خلال هذا الشهر. اللي ما يستغل هذه الفرصة يعني إنسان الله يعينه. طيب شكرا لك يا سهير. شو عيسى نطلع فاصل؟ انزين ما نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل ان شاء الله ما نتواصل. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا مستمعينا 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 400-6-4006. طيب مستمعينا، افتتح معالي حميد القطام المدير العام لهيئة الصحة بدبي قسم الأعصاب والجلطات الدماغية في مستشفى راشد. طبعا هذه بعد أعمال توسعات والتطوير الشامل لبيئة الاستشفاء في المستشفى والتقنيات والتجهيزات المتقدمة اللي يشهدها هذا القسم، وخلته واحد من الأكبر من نوعه على مستوى الدولة من حيث الطاقة الاستيعابية وأعداد المترددين عليه والتخصصات الطبية اللي تضم الجلطات الدماغية، الصرع، التصلب اللويحي، الأمراض العضلية والعصبية، الأمراض الحركية، وأيضا فسيولوجيا الأعصاب. كل هذا جعلت هذا القسم مميز جدا ويقدم يعني الكثير. طبعا معالي حميد القطامي قال إن أعمال التطوير اللي تشهدها منشآت الهيئة في من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية واللي بيشهد القطاع الصحي في دبي بشكل عام من طفرات متلاحقة هو ما أوجد خدمات طبية تنافسية تصب في مصلحة المتعاملين وتضع أمامهم فرص متنوعة لاختيار الباقات الصحية المناسبة وعالية الجودة. في الوقت نفسه أعرب معالي حميد القطامي عن تقديره وتقدير هيئة الصحة بدبي وامتنانها كذلك لرجل الأعمال يوسف محمد بدري اللي تكفل بدعم أعمال التطوير والتوسعات اللي شهدها قسم الأعصاب والجلطات الدماغية. لافتا أن سعادة يوسف بدري من الشخصيات المجتمعية الوطنية اللي لها إسهاماتها اللافتة ودعمها لمختلف مجالات التطوير ولا سيما مجال الصحة. طبعا أنا معي عبر الهاتف دكتور محمد الكيلاني استشاري أعصاب وأمراض الصرع في مستشفى راشد، بنتكلم أكثر عن خدمات قسم الأعصاب وعن تدشين قسم الأعصاب والجلطات الدماغية الجديد في مستشفى راشد. صبحك الله بالخير دكتور. صباحكم الله بالنور. يا هلا. أيضا دكتور قبل أبدأ معك هذا الحوار بعد كذلك هي نقطة حبيت أشير لها إلى يعني مساهمات رجال الأعمال يجب أن تكون يعني كبيرة في هذا المجال في دعم مختلف القطاعات الصحية، لأن سبحان الله العمل أو المساهمة في المجالات الصحية والطبية والحمد لله يعني الإمارات تسخر بها العديد من رجال من رجالات الأعمال اللي كانت لهم أسهام كبيرة في دعم العديد من المشاريع الصحية والطبية. عموما موضوعنا نحن نتحدث عن خدمات قسم الأعصاب. دكتور يا ليت تعطينا نبذة عن قسم الأعصاب والجلطات الدماغية الجديد في مستشفى راشد. نعم الحقيقة احنا كنا سابقا يعني مرضانا. دكتور إذا ترفع لنا صوتك شوية بس عشان أقدر أسمعك بوضوح. نعم بالنسبة لقسم الأعصاب إحنا موجودين يعني خلينا أقول هو أكبر قسم أعصاب في الدولة من حيث عدد الكوادر الأطباء الأعصاب من استشاريين وأخصائيين وأطباء مقيمين. بالإضافة إنه مستشفى راشد إحنا بنستقبل أكبر عدد من مرضى الطبيب بأمراض الأعصاب وخصوصا في الطوارئ على سبيل المثال الجلطات الدماغية.
فاحنا بدنا نقول احنا المركز الرئيسي اللي بيستقبل معظم حالات الجلطات الدماغيه، بحيث يتم اسعاف المرضى فورا مجرد وصولهم للطوارئ. في موجود عندنا بروتوكولات معينه لاعطاء الجلطه الادويه المضاده للجلطه اذا يعني المريض وصلنا في الوقت المناسب. الان بالنسبه للتوزيع المرضى بعد دخولهم للمستشفى، كنا في السابق يعني ما كان عندنا القسم المخصص لمرضى الاعصاب لوحدهم، فكانوا مرضانا موزعين في الرجهات. الان الحمد لله بفضل هذه الجهود وجهود المتبرعين وجهود الاداره والاطباء وهيئات الصحه، استطعنا انشاء قسم خاص بحيث ان كل مرضى الاعصاب خصوصا الحالات الطارئه انه كلهم في منطقه واحده في وحده اعصاب. والحمد لله يعني الآن يحتوي على تقريبا ما يقارب 18 غرفة، وإن كان مش كلها الآن مستخدمة لأنه لا زلنا في إطار يعني بحاجة لكوادر أكبر خصوصا كوادر التمريضية، لكن المستوى اللي الآن موجود في مرضانا يعني للعناية اللي بتلقوها أفضل بكثير، بحيث أنه مثلا الكوادر التمريضية عندنا يكونوا مدربين في هذا القسم كيف يتعاملوا مع مرضى الأعصاب وخصوصا مرضى الجلطات الدماغية. فمراقبتهم لما تكون الممرضة يعني مدربة على هذا النوع من المرضى، تعرف كيف تنتبه للأمور المهمة، متى تسأل الطبيب مثلا يشوف المريض. بالنسبة لنا الراوند يعني حتى على المرضى أسهل، تسهيل الفحوصات في عملية بيكون أكثر من السرعة، كيف ننهي الفحوصات اللازمة للمريض والقيام بالعلاجات اللازمة. فطبعا من هذه الغرف في عندنا 6 غرف خاصة، فمعظم المرضى في هذه الوحدة بيكون من مرضى الجلطات الدماغية، إضافة لبعض المرضى من أمراض أخرى من أمراض الأعصاب اللي أحيانا بيحتاجوا مراقبة شديدة أو خلينا نقول مراقبة عالية في قسم متخصص في الأعصاب. مثل شو بالإضافة دكتور هذه لذلك الأمراض؟ نعم يعني مثل امراض المايستينيا جرافيس، لما هذول بتكون احيانا مشاكل في العضلات، فبكون عندهم صعوبه في التنفس، ضعف يجيهم بين فتره وفتره، هذول بحاجه مثلا لمراقبه اكبر. مرضى التصلب اللوحي احيانا لما تصير عندهم انتكاسات بحاجه يدخلوا المستشفى، يكون وحده اعصاب العلاج بيكون بتلقوه افضل بكثير. الشيء الثاني المهم اللي هو فتحنا وحده الصرع هنا، والحمد لله يعني قدرنا نحصل من افضل انواع الاجهزه الحديثه لمراقبه مرضى الصرع، بحيث انه استعمالاتها عديده. اولا للتاكد من التشخيص، تعرف مريض الصرع لما بنشوفه اول شيء احنا بنشوفه عاده في العياده، واحيانا بنشوفه في الطوارئ، وبيعتمد التشخيص عاده على التاريخ المرضي اللي الاهل بيزودونا فيه، ولكن احيانا قد تكون معلومات غير كافيه، فبكون هناك في نوع من يعني التشخيص غير واضح جدا الا اذا نشوفه احنا باعيننا كاطباء اعصاب. فبالتالي بندخل المريض لهذه الوحده تخطيط دماغي متواصل 24 ساعه، واحيانا ممكن يستمر لعده ايام. وبنفس الوقت هناك فيديو بيكون يعني مسلط على المريض في غرفته، يعني الغرفه مجهزه بهذا الشكل، بحيث تسجل النوبات ونتأكد من طبيعتها، هل هي نوبات شحنات كهرباء يعني نوبات صرع، أو ممكن تكون أشياء أخرى. أحيانا قد تكون أحيانا نوبات يعني قد تكون عامل نفسي، أو قد تكون أحيانا فقدان وعي نتيجة عدم انتظام في ضربات القلب. فهذا بيساعدنا وبيساعد حتى أطباء القلب نميز شو اللي بصير قاعد عند المريض في البيت، لأنه عادة المريض لما بصير شيء في البيت بيجينا بكون رجع للحالة الطبيعية، أحيانا قد يكون صعب علينا يعني، ولذلك بدنا نشوف شو اللي بصير بالضبط أمامنا. فهون في الحالة بيكون كل شيء مصور على الفيديو، وتخطيط الدماغ وتخطيط القلب في نفس في آن واحد كله عم يمشي، فنوصل لتشخيص أفضل. القضية الأخرى إنه هذول المرضى في هيك وحدة أحيانا بيساعدنا نقيمهم ونشوف هل بناسبهم، هل هم مثلا بناسبهم العلاج الجراحي إذا ما استفادوا للأدوية. في هذه الحالة احنا في المرحلة الحالية من نقدر نسميها فيز 1 يعني المرحلة الأولى، هذا بيساعدنا على الأقل نقدر نختار المرضى، مين المرضى اللي ممكن يستفيدوا من الجراحة واللي ممكن بعدين نقرر مثلا يطلعوا يتعالجوا خارج الدولة. إتمام هذه الخطوة هون في المستشفى يوفر علينا كم كبير وعلى الدولة من المراحل التشخيص.
يعني لأنه أحيانا المريض ممكن يطلع خارج الدولة ويقعد فترة طويلة هناك مشان يسوي هذا الفحص، وربما يعني بالتالي يخبروه ويقولوا له والله إنه أنت الجراحة ما بتناسبك. فهذا بيختصر علينا كثير. يعني الحمد لله أنا مثلا هنا أنا استشاري أمراض أمراض الصرع، متخصص في هذا المجال. التخصصات الأخرى باقي الزملاء مثلا كل واحد في عنده تخصص يعني إضافي، تخصص فرعي تحت تخصص الأعصاب، فهذا بيميز السنتر. يعني تجد مثلا أمراض التصلب اللويحي في عندنا مركز معتمد، أمراض الجلطات الدماغية برضو عندنا يعني في استشاري مشرف على هذه الوحدة، أمراض الأعصاب والعضلات يعني الأعصاب المحيطية برضو هذا تخصص لوحده. فالقسم يعني إحنا نطمح نظل في حالة التطور بحيث يكون عندنا القسم متكامل، ولغاية الآن أعتقد إحنا الحمد لله يعني هذا أكبر قسم في الدولة. جميل. طيب دكتور، شو أبرز الإنجازات اللي حققها القسم تقريبا؟ نعم، أبرز الإنجازات أولا بالنسبة لمرضى الجلطات الدماغية عم نشوف نتائج جيدة جدا. يعني المريض أول ما يوصلنا بنعطيه الإبرة المريبة، أحيانا يجينا المريض في حالة شلل تام فبنعطيه الإبرة في وقت قياسي، وأحيانا يتبعه تداخل من طبيب الأشعة التداخلية مثلا لإزالة الخفرات. فهذه يعني نتائجها بتكون يعني جدا طيبة، بدل ما المريض ينتهي في حالة شلل دائم احنا يعني خلال أقل من ساعات يعني بنكون متمكنين انه كيف نشأة المريض ويستعيد ويرفع على الحركة ثانية. هذه واحدة على سبيل الأمثلة. مرضى التصلب اللويحي في عندنا مركز متخصص في لهم يوم معين من العيادات بيستقبلوا الأدوية الموجودة، دائما بنحاول يعني مع الأدوية الحديثة يعني شو في جديد دائما مواكبين مع شو في أدوية جديدة بتظهر. المرضى في لهم نوع من الفولو أب يعني العناية فيما بعد المرحلة الحرجة، بتابع في العيادة أدويتهم باستمرار تكتب لهم بالتمام بحيث ما ينقطع عن الأدوية. مرضى الصرع نفس الشيء، يعني احنا الان متخصصين الحمد لله وفي قراءه تخطيط الدماغ للعلاجات، اكثر العلاجات اللي بتنزل للسوق بنحاول نوفرها لمرضانا، مما يحسن من يعني نمط الحياه والتخفيف عليهم من عدد مرضات الصرع. فالانجازات موجوده الحمد لله، يعني انه ولا زلنا نطمح انه كلها تكون يعني سيرتيفايد سنتر، يعني او يعني ناخذ اكريديتيشن تكون على مستوى مقارنه مع الدول المتقدمه بحيث تكون برامجها دائما يعني اب تو ديت اللي نقول. نعم ممتاز. طيب دكتور، انا يعني ابغى اتحدث شوي عن موضوع الصرع. يا ترى شو هي اسباب وعوامل يعني خطر الصرع، وشو هي الاعراض اللي ممكن تطلع علينا يعني أو تطلع على مريض الصرع الواحد لازم ينتبه له؟ قصدك الأعراض؟ نعم، أي. بالنسبة لمرض الصرع طبعا الأسباب كثيرة، يعني غير الوراثية دكتور. نعم الخطأ الشائع بين الناس أنه هذا عامل وراثي دائما، لا مو عامل وراثي، عامل وراثي بشكل نسبة قليلة. نعم. المشاكل ممكن تؤدي للصرع يعني كثيرة، قد يكون أحيانا مثلا نتيجة حادث أي ضربة للدماغ تظهر النتائج فيما بعد، يعني ليس بالضرورة أن تظهر الأعراض مباشرة. يعني ممكن واحد إجته ضربة جامدة على الدماغ وبعد سنة أو بعد سنوات ممكن تبدأ عنده نوبات الصرع. أحيانا حتى الجلطات الدماغية قد تؤدي إلى تطور صرع فيما بعد. أحيانا تشوهات خلقية، يعني الجنين قد يكون تعرض مثلا لنقص أكسجين أثناء الحمل، أو أحيانا حتى في ساعة الولادة، ويكون صار يعني يكون صار أذية على الدماغ، وفيما بعد تتكرر مع المريض تصير تظهر عنده أعراض الصرع. أعراض الصرع طبعا بشكل عام إذا بدي أختصرها بقدر أقسمها إلى صرع عام وصرع جزئي. اللي بنعنيه هنا في الصرع العام إنه هذه زيادة الشحنات الكهربائية في قشرة الدماغ لما تبدأ تشمل كل مناطق الدماغ في آن واحد. الصرع الجزئي عادة بيكون هناك في بؤرة في الدماغ، يعني في منطقة معينة بتشتغل بتنطي شحنات زايدة بدون تنسيق مع باقي مناطق الدماغ. فالأعراض اللي تظهر على المريض عادة
عادة بتشوف إنه في تغير على مستوى الوعي عند المريض، إنه أحيانا بيكون صاحي مثلا يتحدث مع الآخرين، وفجأة إنه تغير الكلام أو صار يتكلم كلام غير مفهوم، هو يحس نفسه إنه انفصل عن الوسط اللي هو محيط فيه. أحيانا هذه تتطور بجوز المريض يغيب عن الوعي كاملا ويصير عنده تشنجات، يعني نشوف إنه صار في جسمه كله ينتفض. ف يعني أعراض الحقيقة يعني في نسميه سبيكترم، حتى عند الأطفال أحيانا بيكون مثلا بيلاحظوا الأهل أو المعلمات مثلا في الصفوف، قد يكون الطفل إنه المعلم يحس كأنه بيسرح كثير في النهار لأنه يعني مش معاهم، فتجي نوبات مثلا بتلاقي 10 20 ثانية وكأنه سارح مش مركز مع المعلم. فبتشوف حتى يعني يعني التعليم يعني الناحية الأكاديمية عند الطفل بلشت تتراجع لأنه مش قادر يتابع مع المدرس أو المدرسة. ففي هذه بيكون لما يكون في شك في هيك حالات المفروض إنه المريض يعني يراجع طبيب الأعصاب، وبتسوى له الفحوصات اللي من ضمنها تخطيط الدماغ وبنصور الدماغ، وإذا وصلنا إلى يعني التشخيص إنه هذا المريض مريض صرع هون بنبلش العلاج المناسب. طيب في علاج دكتور للصرع؟ نعم، العلاجات، العلاج الأول اللي هي العلاجات الأدوية، نعطي الأدوية. الآن في عندنا ما يقارب ثلث المرضى أحيانا قد يكون مقاومين يعني ما يستجيبوا للأدوية، يعني بنجرب العلاج الأول ممكن نضيف علاج ثاني أو نغير على علاج ثاني. أحيانا في بعض المرضى مثلا ثلاث أدوية إذا ما استجاب بعد اختيار العلاج المناسب والجرعة الكافية هون نصير نفكر في البدائل الأخرى جراحية. طبعا الجراحي، طبعا التداخل الجراحي لا يعني نشيل المريض عن الأدوية النهائية، لا، فالعملية الجراحية هذه بصير طبعا بده تقييم للمريض قبلها، نشوف مين المريض اللي بتناسب الجراحة. أولا لازم نحدد وين مكان البؤرة اللي يسوي المشكلة، وهل هذه المنطقة من الدماغ ممكن استئصالها أو لا. فهناك عدة، والآن يعني كمان عدا عن عملية الجراحة اللي هو استئصال قسم من الدماغ، في عمليات أخرى الآن مثل زرع أحيانا بعض الأجهزة اللي بتكون محفزة لكهربائية الدماغ وتحاول تخفف من نبض الصرع. نعم. طيب دكتور، شو المضاعفات اللي ممكن تصير على مريض الصرع يعني؟ نعم، الآن مرض الصرع له تأثيرات على المريض، ولا ننسى برضه إنه حتى الأدوية ممكن تساهم، مثلا دائما المريض يحس حاله تعبان نتيجة تأثير الأدوية، نعسان، بعض الأدوية مثلا ممكن يزيد الوزن، بعض الأدوية ممكن تنقص الوزن. إحنا عادة نشرح للمريض كل هذه المضاعفات اللي ممكن تنتج. المرض في حد ذاته ممكن يأثر برضه على مزاج المريض، ولذلك في منهم ممكن يدخل في حالة اكتئاب يحتاج لعلاج برضه للاكتئاب. الذاكرة عند بعض المرضى ممكن يشكي، يقول لك والله الذاكرة عندي بلشت تخف شوي، أو يعني ذاكرتي ضعيفة بنفس القوة زي أول، هذه أحد المشاكل. بالإضافة إنه مرضى الصرع نتيجة تعرف أحيانا خلال المرض لما بصير عندهم فقدان وعي أو اضطراب في عملية التفكير ما بيكون واعي شو اللي بيسوي، ففي محاذير عادة بننبه المرضى. على سبيل المثال مثلا هاي عن نقطة إنه مريض الصرع ما بيصير يسوق قبل ما نتحكم بالصرع نهائيا، يعني نعطيهم على الأقل على الأقل المفروض 6 شهور ما يسوق ما يحاول يسوق إلى أن يكون تحت الكنترول 100%. وإذا فيما لو بعد حتى بعد 6 شهور لو تكررت عنده نوبة لازم 6 شهور أخرى. وهذه يعني هذه أحد النقاط. القضية الأخرى مثلا مريض الصرع في بعض المهن لا تناسب، يعني مريض مثلا يكون عنده صرع أو يصير يشتغل مثلا هو والله بالدفاع المدني يصير يطفح حرائق، أو مثلا يشتغل والله بأماكن عالية مثلا في البناء أو غيره. يعني عادة حتى ننصح المرضى أنه مثلا ما يوقف في بلكونة مفتوحة، لأنه لا سمح الله لو صارت مع النوبة أحيانا ما في الوقت الكافي أنه الأهل يحتاطوا أو يجيحوه عن مكان الخطر. حتى التعامل مثلا مرات كثير مع المريضات، يعني بقول أنا إذا المريضة مثلا عندها صرع وفي عندها نوبات متكررة بنصح أنه هي مثلا ما تتعامل مع الطباخ أو أي نار يكون قدامها، انتهى ممكن يسبب هذا في حريق. فالمحاذير كثيرة، بالإضافة إلى أن الضرورة مثلا المريض محتاج يأخذ كفايته من النوم، لأنه قلة النوم أحيانا ممكن تحفز النوبات، الابتعاد عن التدخين، الابتعاد عن المنبهات بشكل كبير،
الكحول في بعض المرضى اللي يشربوا كحول، هذه بتكون محفزات كلها لنوبات الصعقة. صحيح نعم. دكتور، هني يعني انا بس ابغى اكد ان الصرع له علاج، ممكن نعم 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 المرضى نعم يستفيدون منه، ممكن يتوجهون الى نعم مستشفى راشد كذلك في نعم قسم نعم الاعصاب، انتم عندكم احدث العلاجات و نعم بافضل التقنيات إن شاء الله ان شاء إن الله شاء تعالى. الله. نعم دكتور محمد الكيلاني، استشاري اعصاب وامراض الصرع في مستشفى راشد، نحن سعيدين جدا بهذه الاخبار بالعكس الجميله عن افتتاح بالعكس القسم الجديد، هذا القسم اللي يضم اخر التقنيات، وايضا القسم له انجازات كثيره استعرضناها من خلال هذا اللقاء. نحن نتمنى لكم التوفيق، وشكرا جزيلا لك يا دكتور. مشكور، تسلم، شكرا. حياك الله. إذن أيضا الشكر نحن نوجهه كذلك مستمعينا، يعني لكل رجل أعمال يعني يساهم في يعني تقديم ولو القليل لهذا الوطن من خلال يعني المسؤولية المجتمعية اللي يسعى لها رجل الأعمال بافتتاح أو المساهمة في الأجهزة الطبية، المساهمة في يعني التوسعات الصحية اللي أكيد راح تقدم علاجات أفضل للكثيرين من المستفيدين. إذن كل الشكر كذلك لرجل الأعمال يوسف بدري اللي ساهم في أو اللي تكفل حقيقة بدعم أعمال التطوير والتوسعات اللي شهدها قسم الأعصاب والجلطات الدماغية في مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي. استعرضنا معاكم أهم الإنجازات اللي صارت في هذا المجال، وأيضا استعرضنا كذلك كل المواضيع اللي تخص أمراض الأعصاب والجلطات الدماغية، ونقولكم يعني مع ختام هذه الحلقة شكرا لكل من تواصل معنا سواء عبر الرسائل النصية، اتصالات اليوم ما يتنم. على كلام الدكتور، ما بقى في المستشفى إلا جراح لعمليات الأعصاب، مثلا إزالة عصب تالف من الدماغ مثل ما سواه أحد من أهلي، هذا أبو شمس يقول. الله يشافيه ويعافيه أبو شمسه. القسم ترى وايد متطور، يعني في عمليات كثيرة صارت بعد عمليات معقدة، ولكن هو عموما جراحة الأعصاب وأمراض الجلطات الدماغية وكذا من الأمراض يعني اللي فيها الكثير من الأمور اللي الواحد أخلص إن شاء الله. بس هذه النقطة يوسف، لأن التخصص أصلا يعني هنالك القليلين من العباقرة في هذا التخصص، في ناس موجودين يعني على مستوى العالم، ولكن الحمد لله نحن في دولة الإمارات عندنا أيضا بعد أطباء مواطنين ما شاء الله عليهم، يعني ما أبغي أذكر أسامي أخاف أذكر اسم وأنسى اسم، اللي يحضرون في بالي دكتور أبو بكر مدني، يمكن سهيل الركن، العديد من الدكاترة المواطنين اللي موجودين أصلا ولهم بصمات عالمية في هذا المجال. عموما شكرا لك ميرا المري، كانت معنا في التنسيق، كل الشكر للزميل نور نزال، شكرا عيسى سبيل، هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، نلقاكم إن شاء الله في الغد، حتى ذلك الموعد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.